حضراتكم ان اعلنت لجنه الحكام بالاتحاد المصري لكره القدم عن حكام مباراتي غدا الخميس في دوري القسم الاول اللي هو الدوري الممتاز اللي احنا بنلعب فيه الاسماعيلي والزمالك في الاسبوع مؤجله من الاسبوع العاشر. طاقم صربي بقياده نوفاك سيموريتش ويعاونه دراجون بوجي وسيفيتوزار جينجين وميلوش جورجيش، طبعا اسمائهم صعبه شويه، ده حكما رابعا. اما مباراه النادي الاهلي ونادي بيراميدز في الاسبوع الخامس والعشرين طاقم كرواتي بقياده ايفان بيبيك ويعاونه ايفيكا مودريتش وجوران بريكا وتوهو مين بيجيان حكما رابعا. مره ثانيه الاهلي وبيراميدز طاقم كرواتي بقياده ايفان بيبيك ويعاونه ايفيكا مودريتش وجوران بريكا وتوهو مين بيجيان حكما رابعا. وبالتالي ده قرارات او لجنه الحكام بتعلن عن حكام مباراه النادي الاهلي ونادي بيراميدز. كابتن ماهر برضو عايز